انا لايف سالو نعيط. بلا مرات بينا الماء، والله الا بغينا الماء. كتسمعوني؟ باش نبداو اللايف ديالنا البنات، بارطاجيو سو لايف. عافاكم البنات. احبك في الله. ميرسي. Aujourd'hui j'étais trop stressée. Je suis partie me faire plaisir. J'ai acheté un petit truc. Elma, عفاكم البنات بليز بارطاجيو في السهم باش نطلعوا لو لايف، باش نبداو اللايف ديالنا اللي غادي ندويو عليه على ليكسبيريونس ديالي في داخل السجن. واللي طلبا منكم كل عام ضروري ما كان بارطاجي مع الناس شنو كيعيش السجين داخل السجن. مي افون خليونا اختي، ولينا كنمسحو يدينا ورجلينا وكلشي، ولينا كندوشو بالكريمات. خليوني ندير لونتي ساغن ديال طالكو. يلا غسلت وجهي والبشر الصوت بعيد. اوكي دابا مازال ما رجعش لينا الماء. انا غندير دون زينو، غادي ندير ستوري لا غادي ما غنقول لها راه دوبي ايغ مع 11 الليل ما يمكنش. من البارح من 11 الليل سي با بوسيبل. اويلي رجع الصوت دابا البنات مزيان. الصوت مزيان. يلا ديروا لي قليبات باش يبان اللايف ونمشيو على بركه الله. بحال اليوم ما كاينش الماء سي لا كاتاستروفيك اكيد ثم اكيد. Sans que je pose la question, sans que n'arrive je ne vois pas, sans que je connais exactement ce qui se passe. Tu m'as dit, vu que j'ai vécu, amen. C'est quand même une vie. Là, il s'agit, il faut que ça reste un واحد في داخل. هذاك البلاصه ما كتبغيها حتى شي واحد لا فيغيتي. مي سي كوم سا كتكتب عليك. فاش كتكتب علينا شي حاجه كندوزوها لي غلامور. والله 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 قسما بالله هاد طالقو من نهار كنديرها قسما بالله. وهاد رمضان الا من نهار كنديرها البنات وانا مون فيزاج كنفيق بواحد لا بون مين. مي انكرويابل انكرويابل. هاد طالقو كان خدها من عند حبيبه شوب فوالا. مي رائع. كندير لا كريم وكندير لو تروك باش نبداو. طلعوا البنات اللايف باش نبداو باسكو بزاف البنات اللي عندها خوها اللي عندها صاحبتها اللي عندها صاحبها اللي عندها ولادها اللي كل وحده شنو عندها. اي بليز البنات ما تسولونيش اسئله محرجه. احسن كونسيلر كونسيلر تاخت جيم بيان كونسيلر تاخت جيم بيان. شنو سميتو؟ سميتو طالقو حبيبه ديالي. طالقو سكريني وصيفطي الحبيبه شو. وحق الله الا جو سوي شوكي
بالريزولتا اللي كيعطيني غدا ان شاء الله في هذه المضربه. والله ما نوض وما درت لكمش ستوري. شوفوا بعدا الاكله, شوفوا بعدا الاكله من الاستعمال. بون ما بغيتش نكثر عليكم بزاف البنات. دابا عامين كانت كورونا ما فاتك والو, كنا احنا كنا محبوسين في ديورنا. يا قلبي يا جبر الخواطر, يا قلبي يا جبر الخواطر. باش نتكلم الا ما عنديش الماء. اوكي اون كومونس. الو تو دابور بغيت نشرح واحد الحاجه. الناس اللي ولادهم محبوسين, صحابهم بغينا لاباج البنات باج, انا غنكتبها لكم لاباج ديال بلاتي ديال حبيبه. شوف انا غنقول لهم يدخلوا دروكا يكتبوا لكم لو نيميرو في سميتو. تو دابور خصكم تعرفوا بلي هاد اللايف هذا جيت باش نطمن به الناس, باش كاين الناس اللي كيتفرجوا فيا وما كيحطوه وما كيدوي. واش كاينين الناس اللي بزاف كيشوفوني في صمت, كاينين رجال كاينين الناس كبار كبار كيشوفوني وكيتفرجوا فيا اللي من هاد اللايف. كنقول لهم ندخلي عافاك اللايف كتبي النمره ديالكم ولا لو كونط, حيت كندير طالقو بغاو لو لايف بغاو لو كونط. كاينين الناس اللي عاونوني بزاف, كاينين الناس فحال خارج لك شي حاجه من حنك ديالك. شنو خارج من هنا؟ خلاضيت. دابا شوفوا الموضوع الماء وموضوع الضو وموضوع هذاك الشيء وتخشوز, ما بقاش فيك الحال. حنا كنا محبوسين حبيبتي, مالك في حنكك شواس الدرسه؟ نو فين هنا ما ماشي والو ياك, ما غير الكاميرا هنا هنا غادي نمشي ندوز هنا هنا غادي نمشي ندوز باسكو يمكن عندي شي ولد سيسه هنا ولا شي حاجه. حنكي غريب هذا لا غير الضو لا غير الضو البنات بلاتي نشوف لا غير الضو غير الضو ما كاين والو ما داير انا والو. الحناكي مازال ما قصتش انا حتى لا سومين بروشين عاد غادي ندير لوجهي الحنك هنا نهو بتسطيوني ما داير والو غتسطيوني. لي بوميت هنا هاي حبيبه شوب تكونكتات بلاتي انا ايبانكليتها ليكم. واش هنا هنا واحد اللي خد من فوق على الاخر بصح ولا درت هكا لا غير لا لوميير البنات. والله ما درت والو لوجهي ما درت والو. غدا نصور لكم في الشمس فاش ضحكتي بان بزاف. مي ما درت والو لوجهي مازال انا ما درت لا فيلر لا والو. حتى السيمانه الجايه عاد بغيت ندير شويه ليسيون هذا باسكو من الفوخ ليا هنا شتو كتشوفوا من الفوخ ليا هنا. واش نهضروا في الموضوع ولا نبقاو غير نهضروا؟ الحنك اللي فيه الخل يا قلبي انا كنموت عليكم في راسكم. هذا لا راه غير بلاتي نبدل الجلسه هانتوما واخا نهضروا في الموضوع خليو حنكي وداك الشيء موضوع اللي مهم باسكو كاينين الناس اللي كيتسناو هاد اللايف البنات. ممكن امهات والله كاينين امهات البنات. خلينا ندخلوا في الموضوع. ممكن نحبس التعاليق حتى نكمل الموضوع. شنو بان لكم؟ نحبس التعاليق جوسي اوبليجي حتى تكلموا. الوغ اول حاجه هاد اللايف هاد اللي بغيتو تبارطاجو مع الناس عفاكم القليبات البنات في السهم سيلتو بلي.
الله يخليكم الله يخليكم الله يخليكم. بغيت يتبارطاجا فراسكم. انا الى 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 حطيت شي موضوع في راسي كي وعرفت بزاف الناس كيتسناوني كنخوي من وقتي من باش نهضر على الموضوع. هذا الموضوع مهم بزاف. هذا الموضوع كيتوشيني انا قبل من اي واحد. قالك سال سول سال المجرب ما تسولش الطبيب. جو فوا بوكو دو بارطاج ديال لي باج اللي كنحترم بزاف ايتو يديز نيمبورط كوا. جبنا درنا فعلنا تركنا هادي سقنا الخبار تا 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 تا. فو سافوار اون شوز الا ما كانش عندك شي واحد من تما ما كاينش اللي بيخرج لك المعلومه. استاجر كوم من تما عندك شي ساجي لي ديجا بعدا يا دي كونطرا اي دي كونطرا اي دي كونترينت اي 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 لي كيوقعوا باش نتي تقدري توصلي لواحد الساجين. ستاجر ما تبقاوش اي حاجه تشوفوها وتسمعوها تيقوها. هذه هي حاجه الاولى. حاجه ثانيه كاين بعد النوبات كيخرجوا باشاعات لي باج ما كتفهميش هذوك الاشاعات منين جايه. كاين بعد النوبات والدينا كيشوفوا دي باج مبارطاجين شي حوايج كيوليو كيتخلعوا. كاين بعد النوبات اللي كنكونوا جالسين تمايا في الداخل كيكون التليفون مطفي يعني التليفون كيتقطع ما كاينش تليفون. دي فوا التليفون ماشي طول يجور. بزاف نتاع الحوايج البنات بزاف بحر من المشاكل وطول يجور كنعيشوا دي زيستوار في شكل. دابا انا نشرح لكم اول حاجه كتوقع فاش كتدخلي. كتدخلي كيقدر عليك المكتوب ظالم مظلوم ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع ديالنا هو كيفاش السجين كيعيش داخل مؤسسه سجنيه والحقوق اللي ليه والحقوق اللي عليه وكومون سا سباس لداخل بكل شفافيه وبصوت انسان مجربه وماشي هضره خاويه وماشي 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 ماشي. الوغ كتدخلي كتمشي ديريكتومون لواحد البلاصه اللي كتسميها اللي كتسميها الاداره. الاداره كتدخلي كيصوروك دوك التصاور اللي توجور تفرجنا فيهم وشفنا في الافلام ديالهم مصريه. تصوريكم ها تصوريكم صح تصوريكم صح. هزي يديك هبطي يديك دوري تعوجي وجهك طوطو تيشدو لك الصور ديالك باش كتكون عندك لافيش ديال اداره السجون. يعني كتخرجي من المحكمه وكتدخلي لاداره السجون باش كدوزي العقوبه سواء عقوبه حبسيه طويله ولا حبسيه قليله ولا تحت نظام الحراسه النظريه ولا على حسب اشنو كدوزي به نتيا. كتدخلي كيمشي كيقيدو ليك طاتي امك باك جدك طا 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 بيان سور سي البوليس ولا الجندارم اللي كيكونوا دايرينك باش يقدموا بامر من وكيل الملك. من بعد الالا كتدخلي كتمشي كتخرجي من الاداره كتخصك تلتحقي الحي النسوي ولا حي النساء اللي كتخصك تمشي ليه كيكونوا فيه 100% فام من غير الاداره اللي كيكون راجل وضروري ما كيكونوا دي فام معاهم. صادق ك الداخل كيخدموا العيالات ما كيخدموش الرجال. هذا السجن المغربي اوكي. من بعد كتدخلي كتكون الموظفه كتسناك فوالا الموظفه كتسناك لانه كتعلم في التليفون كتهذا انه كاين سجن من الاداره نتاع برا كتعلم الاداره نتاع داخل الحي. كتوجد لك المنطقه ديالك سا حق من الحقوق. كتدوزي لي كونترول ديال الميدسان كتسولك فيك اليرجي كتاخذ شي دواء الا عندك شي دواء وما كنتيش جايبه لوردونونس ديالك ما كتدخليش الحي باسكو الحي لداخل اللي هو كنقولوا له الحي كفيه كاينين دي جون اللي كيريوسهم ما مكدينش ما فوالا اون في با رونتري دي ميديكامون زعما غير هكاك فوالا. كاينه اون لوا تري ستريكت بلوس كو فو بونسي plus que vous imaginez plus que معرفتش شنو غادي نقول لكم. لا لوا كوم اي ستريكت مع اداره السجون اللي كنقدم لها التحيه واللي كان
كنبوس كاع العيالات اللي دوزت معاهم، ولا الموظفات، ولا السيد المدير، ولا كاع الناس اللي دازوا في حياتي في هذاك لا بيريود. ما علينا، كتدخلي كتهزي المنطه ديالك بيان سور. الا كنتي انتي كتعرفي بحال بزاف نتا مع الناس كيكونوا دايز عليهم ولا شي حاجه كيوقع لهم المشكل، كيكونوا في الجيور اللي هو قدام وكيل الملك بيدوزو كيتسناو واش الامر بالاعتقال ولا وصل الملف تحت يعني في صراح مؤقت. كاينين جوج الحوايج، يا اما كدوزي في الاعتقال ولا في صراح مؤقت. فاش كيكون عندك الاعتقال وكتكون عندك فكره ان ولا خبره او خبر انك غادي تمشي، صافي غير كيقول لك الوكيل الملك غادي تهبطي، راه غادي تمشي وكتسناي الكار ولا طوبيس، ولا ماشي طوبيس كار، ولا هذوك الناس المسؤولين اللي غادي يدوك على حسب الكار ديالك كيفاش داير. فهاديك اللحظه الحبيبه ديالي شنو كيوقع؟ كاين اللي كتجيب المنطقه ديالها كتكون مولفه، سي دي جون اللي كيكونوا مولفين الله يعفو عليا ويعفو عليهم، واللي وصلنا لذاك المقام والبلاصه واللي يكتبها لا عليا لا عليكم لا على جميع امتي محمد. كتمشي كتشد كي اللي كيدي ديجا المنطقه باسكو كيكون مولف دراري بنات، ولا انا جي في دي جون اللي كيدوزوا الشتوى تما وكيخرجوا في الصيف، دوك الطلابات ودوك السراقات ودوك هادو دوك هادو دوك اللي كيبيعوا هادي دوك اللي كيبيعوا دي بتيت لي كريم جنحي اللي كيكونوا فيه دي بتيت بان ديال شهرين ثلاث شهور. جي في دي سونتين دو فيل بلارات ديال الزين لوبيت كيدخلوا باسكو فوالا كدير دي بيتي شمكره كتشم كضرب كتسرق هذا المهم اكسيتيرا. المهم كتهز المنطقه ديالك سواء ديالك اللي جبتي داكشي اللي كتدخلي معاك طبعا في الجيور اللي هو في داخل المحكمه. في المحكمه من المحكمه كتقدمي، ما كنتقدموش من الكوميساري، ما كنتقدموش من الولايه، ما كنتقدموش من هذوك البلايص كاملين، كنتقدموا من المحكمه. يعني امر بالوكيل من صاحب وكيل جلاله الملك، او امر بالاعتقال من قاضي التحقيق، هما اللي كيعطيو الامر بالاعتقال والالتحاق بالاداره السجون. هذا باش تكونوا فاهمينه مزيان. فاش كتقدمي كتقدري انت تهزي معاك نيمبورط كوا كوم جي في انا لو بروميي جور، جي غامني دي شوكولا دي ام ان امس كتسخلي واش غاديه ليل دو غادو. قلت لهم بلاتي دايا ميزون دال ارميز ولابسه ما شوميز مش ما غابل تخي. ندير لكم لي كومونتير، ندير لكم لي كومونتير، يلا انطلقوا. الدية اللوز، الدية القرقاع، الدية الشوكولا، والدية صندارتي اغماس، الدية مي بيجامات الحريرة، وصافا شعري، والدية قفايف قفايف طايحة، زعما سي فغيمون مي بوغ مو سيتي لا سويس، لو غوبو توتال، سي فغي كو تي تغوبوز تخي بيان. المهم الله يجعلها لي مغفرة الذنوب. شوفوا سيدي تخوك اللي كيضرو في القلب ايتو، ولكن الحمد لله داي المقويتات ديالي واش انا نمشي وما تجيش معايا. يا ريت يا ريت يا ريت انا داكشي كيدخل. المهم ما علينا، ما تدخلوليش شي موضوع اخر باش نخلي لكم هذا اللايف. المهم على الشابه كتدخلي كتهزي مينطاطك بحال شويه ديال بون على حسب كيفاش كتدخلي. كتدخلي ضحكه تي سي با سكي سباس، انت كتدخلي غالبا هذيك لا شومبر اللي كيكونوا فيها البواجده اللي كنسموهم حنا البواجده. البواجده سي دي جون اللي كيدخلوا من سيفيل كيدخلوا ديريكتومون. فاش كانت وقيته كورونا خصهم يديروا لهم تيست نشوفوا واش فيهم كورونا ولا لا، كتكون عندهم العزله نتاع 15 يوم تقدر تمدد حتى لشهر اكسيتيرا. اللي كيبقاو تما كنعرفوا علاش جايين عاده باش الحنك من فوق. لا تنبلوكيك يلا شدي شتي نحيد لي كومونتير. ما دي نتوما شعب ديال القمع، ما ديرش خلي ليهم لي كومونتير. المهم انا لا مشات تدخلي وهذا شتو فاش كندير لي كومونتير كتلفوني كتدخلي وداك الشيء. المهم كتكوني غاديه واحد المسار، مسار طويل جدا على حسب السجون. المهم كاين واحد لو تراك كتحسي بواحد فين غاديه شنو واقع كيسكي سباس. هذا تي تو بوز دي ميلي دو كيسيون، علاش كيفاش شنو جابني هنا كيسكي ماتون كيسكي يا ديغيغ سيت بورت. كتحل عليك لا بورت الاولى كتحل عليك لا بورت الثانيه
كتحلي عليك لا بورت الثالثه افيك ديك لي قد هكا الا تي كومونس ا كومبروندر انه كاينه شي حاجه كي فاب. الثالثه حسبتهم انا سبعات لي بورت فاش كنا كنقولوا ماني مسدوده ديال سبعه انت وعلى البيبان ترى الله يسد عليك سبعات البيبان كنا توجور كنقولوها توجور كنا كنضحكوا بها كنا توجور كناخذوها باستهزاء بما عمرنا ما عرفنا لا غرافيتي ديال هاد داك الكلمه اللي كنخرجوا من فمنا. اوكي سيرتكو كاينين شي ناس يستاهلوا ماشي 700 انا من جهتي 700 ماشي جو بارل با دي فام جو بارل كاينين شي ناس حقارين في حياتنا تيكونوا دايزين ما كتمنيش لهم باقي تما كتمني كتولي تشفقي عليهم حتى كتما ما كتمنيش لهم ما علينا هذا موضوع اخر. كتدخلي للبيت كتحطي منطاتك كيجيو عندك السجينات علاش جيتي اول سؤال هو علاش جيتي اشنو درتي علاش جيتي اجي عاوتاني لينا كليتي كاينين انا ديك دوزت 260 سجينه في عامين اللي دازت قدامي 260 حاله 260 مشكل 260 استوار 260 260 فيزيون 260 شيا 260 بكيا 260 آلة 260 260 اللي دوزت كنسولك واش كليتي لانه غالبا كتكوني في الجور كاين اللي ما كيسولوش فيه والديه كاين اللي ما عندوش كاين اللي بزاف نتاع الحوايج الله يكون في العون مي ما عمرك ما كتدخلي وكنقولوا وكتلقاي الناس خايبين ولا كتلقاي الناس مزوينين شو لا ديما هذوك البنات حتى هما حالنا من حالهم حنا كلنا في مركبه واحده ني انت حسن مني ني انا حسن منك كل شيء سواسية هاد شيء اللي بغيت نوصل للناس سيكون الحبس سواسية ما كينش هذا خير من هذا هذا كيتميز على هذا ما كينش تمييز ما كينش لي زيكسيبسيون كين كلنا سواسية كنا كنحلو نفس الروبيني عندنا نفس التبصيل عندنا نفس الماكلة عندنا لي ميم دغوا عندنا كل شيء بحال بحال انا نوريكم لا ديفيرونس انتر حباس وحباس خليكم معايا بغيف كيقول لك البنات ديجا كتدخلي كيف تكون فيك واحد الريحه انكرويابل مي تنهضر على الناس اللي دازوا من الجور انا سي با لوكا انا كنت في داري وعيطوا لي وقالوا لي غادي تقدمي للودايا ديريكتومون باسكو انا كان عندي تحقيق فيه مده طويله 3 4 شهور صدقوا انا ما دزتش في لايكاب اللي كنقولوا لي حنا بالمغربيه لايكاب ما دزتش فيه فمشيت كل ريحه وكل كل ليل دوغادو ريحه وقبيبطات شعر مصاوب ويلي قالوا ماما سي فوالا اجوردي قدرت انني نتخطى بزاف نتاع الحوايج وانني نقدر نعاود على هاد ليستوار ديالي بلا ما نبكي كاينين بوتيتغ دي زيستوار اللي كان باقي في قلبي كنعاودهم وانا كنبكي ولكن ليستوار ديال السجن قدرت انني نعاودها بلا ما نبكي ديالي انايا نقدروا في ليبيزود وحنا غاديين كنهضروا نقدر نبكي على سجينات نقدر جو سي با هادشي سي صابيان ناتورالمون اي تيجو داكشي سبونطاني كتعرفوا لي لايف ديالي مي هكا دابا كنحس براسي جو سوي اون فام فورت وقادره انني نواجه الناس بلا ما نبكي في هذه القصه ديالي انايا اللي ما كنقول لا ظالمه لا مظلومه اللي كتب عليا الله كما كتبوا عليا الله يكتب عليا ويكتب عليكم مكاتب الخير وهذا الشيء كيوقع في اي عائله اي انسان نحن معرضون للسجن ومعرضون للمشاكل ومعرضون للآفات في الدنيا ليل ونهار بمجرد انك كتخرجي من دارك خصك تعرفي انك معرضه انك ديري باساج للسجن راهي كان عندك غير شيك ان باي تكون عندك غير تخاصمتي مع بوليسي تخاصمتي مع شي واحد ضربتي شي واحد في الطريق
راه الآفات في الدنيا كتكون البنات، يعني والويل للشماتين والشماتات، يعني اي واحد كيشمت على خو المسلم ولا ماشي مسلم الوا كاين في هذاك الحال في الدنيا، ولن يفلت ظالما الا المظلومه غادي يشوف نفس اشنو عاش الظالم اشنو عاش المظلوم، الا لن يفلت ظالما في الدنيا، لن يفلت ظالما في الدنيا باش ما بور با دير لي بيتيز، لن يفلت ظالما في الدنيا، غير حطوها في بالكم وركزوا. وانا كنقول يعني في حياتي وفي داكشي اللي عشت كنقول ربي راه كاين كيشد بيدينا، وكاين واحد الحاجه اللي سميتها النسيان، هذه هي اهم حاجه اللي بغيت نقول لكم، كنساو افيك لو طون جو سي كسي دور، قدروا كنبكيو نهار الاول كنبكيو نهار الثاني ما كان اكسبتي، واش كتجي هذا في هذا لو بروبليم ولا في حاجه وحده اخرى، نقدر حتى انا شو ايترومان كنبكي فيا هذا الغيره تاع تاع ماشاك وفان الحبس، هذه مشاكل درتو ليا دوات فيا دار فيا انا تاني بحالي بحالكم، ولكن دون لا في دون لا في كاينه واحد الحاجه نتاع ان الله يمهل ولا يهمل، ان الله ويمهل ولا يمهل، غير حطيها في بالك وعيشي بهذا المبدا هذا وغادي تمشي مزيان. كيجيو البنات كيعطوك ما تاكلي، كيعطوك ما تاكلي كتاكلي كيقولوا لك واش عندك المنطط، تقولي لهم لا الا ما كانوش عندك، كيشوفوا شنو عندك، كتقول لك جايبه بيجاما نو دخلي دوشي، صيف شتا برد ما بردش ثلج كتدخلي كدوشي، حيت امبوسيبل كون تو سيبورت بهذيك الريحه اللي كتكوني جايه بها انتيا من الجور. كنهضر على الناس اللي كانوا مدوزين لاكاب، كانوا في لاكاب يومين كيجيو بواحد الريحه انكرويابل. كنت انا لو رول ديالي الله يجعل لي في ميزان الحسنات ديالي انني قدروا يشهدوا السجينات اللي كاينين تما الا كتعرفوهم، كنت لو رول ديالي ولو بليزير كانوا جد بيتي تروس البنات اللي كيجيو دائما، سواء جات البيت عندي او لا ما جاتش، الا ما جاتش كنعطيها للموظفه كنقول لها التافه ديالها فيها ستات سنان صابونه شامبوان اي كيس ونمشطه وكنعطيها لها، واللي كانت عندي في لا شومبر كنت ضروري كندخل كندخل مع التواليت سيتي تواليت دوش فوالا سيتي تواليت اللي فيهم تواليت اي دوش، كنت ضروري كندخل كنقول لها كنقول لها اجي نغسل لك، وتنوقف معاها كتكون لابسه حويجها لي بورت اوفير، وكيكونوا معايا البنات كنقول لهم اجيو البنات، وكنبقاو نضربو ونغنيو ليها ونسيو هذوك الاجواء يعني ونوقفو معاها ونقول لها اجي نغسلك يلاه البنات زيدو، الا كان الصيف كاملين كندوشو كيما عيالات ديال كيما الحمام كندوشو كنقول لها صافي كنرميو الماء ونقصو ونضحكو ونعيشوها في واحد الجو احسن من الجو اللي جايه به، الا كنا احنا كاملين مأزمين المهم غالبا 60% 70% هكا كدوز لونطري الدخله ديال اي وحده جديده علينا بالضحك وسكتي من بعد، حيت غالبا السجين كيجي بالليل كيجي مع الوحده 12 ناس، الا جاوا بالليل متاخر صغار مي كيجيو فهاد الوقت طلع 10 9 غالبا غالبا، كنجيو كنديروا طبيله طبيله جو سي با دروك واش كيدخلوا طبالي ولا باسكو بزاف الحوايج تاع انترديت جو سي با بوركو، كنديرو كنكونو مطيبين ولا صاوبين ساندويتشات بوينينه دي تروك اللي كنشريوهم من سوبر مارشي ديال الحبس ماشي بكارفور سي با دي غوند مارك مي دي تروك ديال تولي جور كوفيتير ولا كوفيتير كيعطيو تما، ممكن الماكله غادي نهضر لكم عليها من بعد. دابا هادشي كنعاود لكم في رمضان كنجلسو كنتجمعو كنقولها اجي تاكلي كاينه الماكله، شوفوا سيدنا الله ينصره ويخليه لينا ويحفظه لينا، كيصيفط لك دو بورسيون، كيصيفط لك الكرواسه، كيصيفط لك الفرماج، كيصيفط لك الزبده، كيصيفط لك الخبز، كيصيفط لك السفه، كيصيفط لك السكسو، كيصيفط لك اللحم، كيصيفط لك الدجاج نهار الحوت تشجي الحوت، كيصيفط لك اللوبيا، كيصيفط لك العدس، كيصيفط لك لاصوب، كيصيفط لك حريرات، هادشي كلشي كاين، ما كاينش شي جوع ما كاينش، ما غاديش تلقاي ماكدونالد سا سي سيغ مي ما كاينش الجوع، زعما هل ساجين كيبات في الجوع داخل السجن بعد الهدايا ما كاينش، كلشي البنات كيتحنوا في بعضياتهم كلشي كيكون واكل، اللي ماكل الزوينه نتاع الحانوت كياكل الزوينه ديال الاداره سي كوم سا، تما هذيك اداره هذاك هذيك مؤسسه تربويه باش تربينا باش نعرفوا لي فالور ديال لي شوز، هذيك ماشي مؤسسه باش
غادي نمشيو نديرو فيها الزريبه، هذيك ماشي زريبه، هذيك مؤسسه تربويه للادماج مع المجتمع من بعد المشكل ديالك، كنتي مجرم ما كنتيش مجرم، هذاك موضوع تاني. مي هادشي باش تفهموا، كنوجدوا لها بلاصتها، كاينه واحد الطريقه سبيسيال اللي كيوجدوا بها ليلي، تبقى ليا با دلي يا با دماتلا، ما كاينينش لي ماتلا، كاين البيتون وكاين الديلي اللي كتصاوبوا بالملايات ببلوزيغ ملايا على حسب انت شحال عندك من ملايا، كاينه اللي عندها لولي داكا، كاينه اللي عندها هكا، كاين اللي عندها غير ملايا، ما كاينينش المخد. لا كيستيون بوركو ما كاينش المخده، الله اعلم، اون سي با. كنطويو حويزاتنا بواحد الطريقه اللي سبيسيال كنصاوبوها في المخده، واحد الوقت ما كانش حتى الخشه ديال المخده، سيتي انترجي. علاش جو سي با، سيتي الشوز اللي ما كنتش كنفهمهم، وفاش كنت كنهضر ما فوالا سا سي اوتر شوز. جو بونس كو دابا واش سا شونجي، جيسبر كو سا شونجي، مي كانوا حوايج اخرى جو بو با بارلي بزاف هاد الموضوع هذا. المهم كنصاوبو مخده، كاين بينوار، المهم كنصاوب هذوك المخدات غير بالنسبه للناس اللي كتصحابهم جو فخيم، ولا كنصاوب هذوك المخدات وكنطيب هذيك الماكله تما، وكنصاوب هذاك الكاطو تما، وكندير كلشي غير اي انا جو سوي با بيان ديجا، سي باسكو الحبس كيخلي لك دي تراس في الداخل ديالك مع الشعب اللي كنتلاقاو، بحال هذاك الحمار اللي تلاقيت معاه 3 جو غادي ولا 4 جو، جوج كلمات ثلاثه، باسكو بوتيتر انا غلطه في الطريق، بوتيتر انا غلط فيه في الطريق، بوتيتر انا درت ليه شي حاجه، جوج كلمات ثلاثه والحباسه. فسي دي تروك اللي كيبقاو لك في القلب، ولا دي جون اللي عشتي معاهم ودرتي معاهم بزاف د الحوايج ايتو تخدو حباسه، ولا بنات الحمار البنات الحرام اللي انا جو رونكونتر دون ما في كي مي تخدو حباسه ديغيغ من ورا ظهري، ولا بزاف نتاع الحوايج اللي نقدر نقولهم لكم ما غاديش تفهموهم. شنو هو الحبس؟ الحبس سي با لا بيريود اللي كندوزو تما، مي الحبس هو لا بيريود اللي كندوزو من ورا تمايا، باسكو الانسان كيولي تيبيشت فيك وكتجي بحال انتي الوسخ ديال المجتمع، وانتي ولا ما كنتيش انسانه فخت ايتو، ما كيبقيش يشوفوا فيك الناس، وما تاكليش خبزه في هذا المجتمع، رغم انها كاينه جمعيه محمد السادس الله ينصرو اللي كتعاون السجين وكتشد بيديه من بعد وكتدي له ان بروجي، كاينين الناس اللي داروا لي تري بورتون، كاينين الناس اللي عطاوهم فلوس داروا لي بيتي سالون ايتو، ولكن حنا اوني با دي ريكونيسون، كنبينوا في لي ريزو سوسيو ديالنا كل حوايج الخايبين على المجتمع ديالنا ولا على البلاد ديالنا، ما كنبينوش شي حوايج اللي كاينين زوينين، وهذا كل واحد يشواجي صافو. انا خرجت ما فوا سيتي نديرها نمشي بوم 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 نجري نكافح، هذا صافي جي ليسي سكي ليسي ديغيغ موا، سيغت كو اوجوردي باقي عندي بوزبال في حياتي، باسكو دخلت بوزبال من ورا تما، دخلت واحد بوزبال اللي خلى بوزبالات اخرين دخلوا لي في حياتي وتمادوا عليا، ولكن صافي بوزبال جوزاب فيت، نتوما كتعرفوا كديروا فيا الثقه وكتعرفوني كومون جوزاب لي برودوي، سي دي بيريود اللي كندوز ولكن جوزاب، يعني راكم عارفين هادشي. كيجي الصباح في رمضان، كيجي الصباح في رمضان اللي كتدخلي فيه اللي كتكوني فيه الحبس، كيجي السحور، كيجي السحور كنغمض عينيا كنتفكر البنات دابا، كيجي السحور كنتفرجوا في دوك الافلام كاملين اونصومبل، كتكون واحد السكوت، كيكونوا هذوك القصص نتاع القنوات الاولى ولا قناه الدوزيام، كنكونوا متفاهمين البنات نتفرجوا في هذه ولا نتفرجوا في هذه، كيكونوا 12 البنات 10 تاع البنات 8 البنات 16، مع 32 بنت عشت مع 42 بنت، لا شومبر بلان عشت مع 4 البنات عشت مع 7، شفت الزين شفت الخايب تعلمت شفت جميع انواع البشر اللي تقدر تخيلي فيه انت في دماغك، وتقولي ما يمكنش هاد البنت شحال دوزات، وكتجي دابا اوجوردي في الاكتوالي اللي كنهضر معاكم كتجي شي وحده من دوزات 0.1% وكتصحابها واش انا ممكن الاخر كتصحابها واش انا وكفيبل ولا كتصحابها واش انا ولا انا ولا كتقول هادي مسطيه ولا مي سي نورمال باسكو لي جون زون با فيكو انا سكو جي فيكو سي كو لي جون اللي مدوزين تما اللي عندهم مدرسه اخرى على قبل على الحياه، هادوك اللي مدوزين تما هما اللي غادي يفهموا مزيان شنو كان علاش كنهضر، ماشي هاد الناس اللي في السيفيل كل وحده استفخي ما بتدخل المبادئ ديالي انا اللي عندي ما كاينش عند وحده اخرى اللي ما مدوزاش الحبس، وهادي جبوزا سوغ البنات، طحت في مواقف ومواقف ومواقف مالوغوزمون مالوغوزمون جو سي با واش مالوغوزمون ولا اوغوزمون
أن سكينة إلا شونجي مي دغنيغ من تحت في ولاد الحرم مقطرين. لو كانت سكينة نتاع قبل أنا كنقولها قدام 5000 ولا 6000 البشر، لو كانت سكينة نتاع قبل كان ما غاديش نسكت. مي سي با سكينة نتاع قبل، سي با سكينة نتاع 2019، سي لا نوفيل سكينة. ما غاديش تشوفوني طايحه، ما عمركم غادي تشوفوني طايحه، باسكو داكشي اللي تعلمت من هذيك ليكسبيريونس ما غاديش تقدري انت توصلي ليه. انت اللي كتفرجي فيا وكتقولي انا حباسه وكتسبيني وكتهضري معايا بواحد الطريقه، سواء كتعرفيني او ما كتعرفينيش، كتخلي ليا كومونتير خايب. انا جي بلوس لي غان سوليد عليك انت، جي بلوس لا بيرسوناليتي سوليد عليك انت، جي بلوس لا فيزيون ديال الحياه عليك انت. كو بغيتي ولا كرهتي، كو قبلتي ولا ما قبلتيش، سا سي الواقع. هاد الانسانه واسعه النظر، دماغي عامر بزاف بلوس كو فوز ايماجيني بزاف. ما علينا، كيف صح الصباح السحور كنصليو كاملين. من ورا السحور كانت عندي انا واحد الحاجه اللي كنت كنحماق عليها، كلشي الضوا ساك طافين، كنشد واحد الكريسي الضو ديال الكولوار وكنحل القران وكنجلس كنقرا وتنجلس كنهضر مع السماء. كان واحد الشقات باسكو ما كايناش منك للسماء، واحد الشقات كيبينوا لي واحد شويه ديال السماء، هاد السماء اللي حنا كنشوفوا فيها اوجوردي لي بوتيت بالنسبه لك انت شي حاجه اللي عاديه بانو، كتحرمي حتى تشوفي من السماء. يعني كتشوفي السماء ساعه في النهار من بعد كتدخلي، ما كيبقاش يكون عندك الحق تشوفي في السماء كيما انت دابا كتشوفي في السماء بالليل بنهار كيما بغيتي. ما كاينش من بين الاشياء اللي كتفقدي بسيطه ياكو صغيره، مي ما عندكش الحق باقي، كتسحب لك الحريه ديالك حتى من هذا الشيء. هذا كنبقى كنشوف النجوم، كنشوف السماء، كيعجبني نشوف في السماء وكنتفرج في السماء وكنقرا شويه القران وكنفكر في الناس وكنقول انا اش وصلني هنا اي جو ريكونستروي، وكنشد ان بونسمون وكنداوي الجرح باكغ، وكنوزع حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا، مرارا وتكرارا. كنفيق الصباح كيكون لو كال مع 7 الصباح، مع 8 الصباح تيبداو يجيو الموظفات، مع 9 الصباح تتدار واحد الحاجه اللي سميتها لابيل. هاد لابيل كنخرجوا كاملين لابسين بينواراتنا باسكو كاينه واحد الكاميرا، لابسين محترم، ما كايناش قله الاحترام في داخل المؤسسه السجنيه، استاذ ما كاينش هذوك اللباس اللي كتحبكم تلبسي اللي قال لك راسك وداكشي كنسمعوا في السوشيال ميديا، ما كاينش، كاين احترام، تلبسي اللي بغيتي، كسيوات بحال هكا عريضه هذا، ما كاينش دي تروك ميني فونت خديك الهضره، ما كاينش لا شويرات وداكشي نو، داكشي بوتيت في لا شومبر مي دوري خارج لا شومبر انو، وطف لا شومبر الى البنات تجمعوا قالوا الموظفه اختي انت كتلبسي لينا باردون تلبسي علينا هاد الحوايج ما هما هادوكش، عندها الحق تقول لك سيري لبسي حوايجك. ما علينا، سمح لي كيف الصباح كنعاودو ندخلو، كيخرجوا البنات اللي كيكونوا كيخدموا تما داخل المؤسسه، اللي كتفرق الخبز، اللي كتحسب، اللي كتساعد الموظفه، اللي كتهدي، سيد بنات اللي كيكونوا اونغوجيستري في دون ان روجيستر، اللي كيكونوا معروفين واللي كيكونوا عندهم مده سجنيه غالبا طويله، واللي كيكونوا كنشوف الله يبزيرك بغا نعنقك الله يسهل عليك سيمينيا اغادي مغيتكم مستكيولي. تيكون يعني كيكون كيخرجوا كيبداو كيجيبوا الموظفين الماكله، تتبدا تجينا الماكله كنوقفوا، كتجي الماكله بالعبار بالحساب، كتجي الماكله يعني كل بيت مثلا البيت
واحد فيه ستة البنات كيخصك تعطي ستة طروفات اللحم، ستة تاع الفرماجه، ستة الخبزات، ستة تاع انت زلافة الروز، ستة ديال هادي، ستة ديال هادي. كيجي الفطور وكيجي العشاء وكيجي السحور، يعني كيجي الماكلة كولي بيديك وبرجليك. كنكونو حنا مقدين ديجا من الحانوت شنو خصنا، الحليب، المناضة، الماء، بحال انا ما كنشربش الماء ديال الروبيني هذا. فاطمة شاغي كيجي كنفطرو كان المهم كيكونوا كيكون الباب حبيبتي ميرسي البنات، كيكونوا البيبان او لا لا كيكونوا الباب فوالا الباب فيه واحد ثقبه اللي كتخرجي منها طاسه ديالك ولا كيما دوني فيلم كتخرجي كتعطيك الماكله ديالك ولا كتخرجي يديك وكتشدي الماكله ديالك. سي نورمال باسكو حنا كاينين في مؤسسه تربويه، يعني ماشي كنا في مون بلون، كنا في مؤسسه ماشي باريز ماشي دارك، يعني باش تعرفوا غير الانسان شنو كيقدر يعيش. ولكن هادشي كله كيعطيك ربي واحد الصبر، واحد القوه، واحد البنات ميرسي حشمتوني، كيعطيك ربي واحد القوه، واحد لومبيونس. ما عرفتش واش حيت كدير تلاهي مع الفطور مع الفيلم ديال 12 بيب دابا بلاتي البنات سكتوا مع الغداء يا البنات. ميرسي بوكو ميرسي بوكو ميرسي مين ميرسي مين ميرسي. المهم ما كتعرفيش واش هكا واش هكا. المهم كيعطيك ربي واحد النسيان وكتولي كتلاهي شنو ناكلو شنو نشربو، بلاتي التليفون تتغسل الماعن كتجمعو، كاين الجروبات كاين مثلا البيت فيه 20 هاد الخمسه تياكلو هنا هاد الخمسه هنا وخمسه هنا، وحده تتغسل الماعن وحده كطيب وحده كتصبر الحوايج وحده كتعاون مع اخرى خدامه عندها، ما كنقولوش خدامه عندها بحال واحد. كاينين بنات اللي كيكونوا ما عندهمش مساكن اللي عطاهم لي تيليكارت، ما عندهمش مساكن، ما عندهمش ما فحالهمش ولا واش فهمتوا واش بغيت نقول لكم. تتقولي لي صافي انت خليك معايا في الجروب، انا نصرف عليك في الداخل تحبسي تاجير شنو نصرف عليك باش ما تفهمش غلط، باسكو جي با انفي هذوك لي كومونتير ديال يزيدوا علينا، يعني نصرف عليك نعاونك انت تدقسي معايا فوالا تكوني معايا باسكو كنبغيو لا كومباني، كنبغيو حبيبات ديالي البنات ميرسي ميرسي، كنبغيو اللي جلس معانا اللي يهضر معانا، وكنبغيو لي جون دو كونفيونس. مي حاجه وحده اللي بغيت نقول لكم، اول حاجه تعلمت وزدت تعلمتها من بعد، اول صرفقه بغيت ناكل هي الصرفقه ديال الثقه قبل من المشكل، الثقه اللي وصلتني للمشكل. ثاني حاجه اللي بغيت نقول لكم هي ما كايناش الثقه في الحبس، يقدروا يوقع لك حوايج في الحبس. طيب الحبس ماشي هو السدان، الحبس هو لي جون افيك كي اون في. علاش جات غرامور كانت عايشة 10 سنين نتاع من حياتها برا في موناكو، دخلت المغرب عام وقع لها المشكل، دارت ما دارش سي دو باسي، دخلت جات شمكارة، غنقول شمكارة باسكو شمكارة ما نكذبش المجتمع، شمكارة شفارة نصابة، جات وحدة من مجتمع اخر دخلات عندك البيت، جات يمكن حمقة وحدة كتغوت. انت خصك يكون عندك صبر ايوب، صبر ايوب باش حبيبتي هنا. ميرسي بوكو ميرسي 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 جميله، ميرسي بوكو البنات ناديه كازا بلونكا، ميرسي لي خطيكم ومارك حبيباتي حسنا كويده حليمه الناظر، ميرسي بوكو البنات شكرا بزاف مدام، ميرسي بوكو ميرسي والله ميرسي ميرسي مين ميرسي. المهم جات يعني ايماجينينتي هادوك البنات اللي كيجيو مثلا كيطلبوا تيجيو توقفوا عليك فهذا الاداسي المجتمع، هذا المجتمع ديالنا ما عندناش منه. ايماجينينتي راسك
انت تسايقة طوموبيل كتجي واحد البنت ولا ديك المراه ولا كتقول لك دوري معايا، ما كدوريش معاك، كتفلك على الزجاجه. صافا غيف صافا غيف جابيل نادا حبيبتي ميرسي بوكو دي تي واي دي دي واي حبيبتي ميرسي بوكو. ايماجين ايماجين هذيك 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 الانسان هاد لي ماج اللي عطيتكم كتجيبها الزمن وكتلاقاها معاك، خصك تاكلي معاها تشربي معاها وتحضي بالك منها لا دير لك شي قالب، باسكو هي اوتوماتيكمون عايشه في الشارع اوكي، عايشه في الزنقه. ما كان لومهاش هي سي كوم سا، كل واحد ربي كيفاش عطانا خبزتنا وكل واحد كيفاش بغانا نشوف يشوفنا، ولكن كتجمعك معاه واحد واحد لا سيتوياسيون واحد الموقف كتجمعي انت معاه لداخل، تي خصك تردي بالك ديجا اللونغاج ديالك ماشي هو اللونغاج ديالها. ميرسي بوكو. هي كتهضر في الشرق وانت كتفهمي في الغرب، هي كتفهم في الغرب وانت كتفهم، دو مونتاليتي ديفيرونت. انت لهيه وهي هنا ما يمكنش، كيخصك تو سوبورت هذيك السيده باسكو ال في بارتي دو لي في اللي كاينين في لا شومبر ديالك. تقدر هي تقول لك اختي انا ما بغاش نتفرج بهذا الفيلم، تفعل عليا التلفزه وتغوت ويكويك عباد الله، والمشكل يوقع في لا شومبر وتجي الموظفه وتقول لك راه التليكوموند في التلفزه باسكو حنا معانا وحده، حنا 22 وحده ولا 10 ولا 12 ولا 3، وتجي وحده دير لك العصا في الرويضه وكتعيشي العصا في الرويضه وما كاينش اللي بيعقل عليك باسكو سي كوم سا. يا كلشي يكون متفق يا حتى واحد ما غادي يكون متفق، نستطيع المشاكل تو فيت لي بروبليم تما كثر، تو فيت لي بروبليم تما كثر تو في ميو. علينا كنبقاو مشغولين كنتفرجوا في هذوك الافلام اللي كيكونوا زوينين. داير واحد الميساج اللي بغيت نوصل للقناه الاولى ولا دوزيام، هاد الجوج هما اللي كاينين بزاف في السجون المغربيه. الله يخليكم بونسي لهذوك الناس اشنو غادي يقدروا يتفرجوا، ديروا لهم حوايج لي زوينين، برامج زوينين، دوزوهم دوزو لهم انا، دوزوا لهم شي ناس اللي يشوفوهم يقولوا لهم كوراج، دوزوا لهم شي ناس اللي ما يحبطوهمش اللي يقولوا ديروا شي برنامج. الا كان شي منتج كيشوفني شي مخرج كيشوفني ديروا شي برنامج، خلينا نوصلوا لهم الصوت انه راه كاين امل في الحياه، انه راه يقدروا يخرجوا، يقدر يكون عندهم حياه، تقدر تجوز، تقدر دير الاولاد، تقدر تكون عندها اي نوت خفي. راه كاينين شي ناس اللي محكومين ب 30 عام 15 عام 20 عام اللي في عقلهم هما صحيح حياتهم تما، حياتهم ما بقاتش، حياتهم تردمات، حياتهم مشات، حياتهم ما كايناش. دخلوا في قلوبهم شي شويه ديال الرحمه، شي شويه ديال الحياه، شويه ديال البهجه. بحال جمعتنا زينه نهار السبت اللي كنحيي عليها الصديق الغالي الزوين داك المغني شنو سميتو لا با مانونس كاينه ما تنسايش، هاد لي تخود ميموار جاوني من تمايا. شنو سميتو كنموت عليه اون بلوس، نسيم حداد اللي كان نشكرو بزاف. لو كان يشوف هاد نسيم حداد شحال كيدخلت السعاده بهذيك لا سواري ديال دوزيام. شوفوا انا كنت توجور كنت دائما كنضحك على هذوك لي سواري، شكرا للبنات كتبوتو لي، كنت كنضحك على هذاك شكون بيتفرج في هذا الشيء. وشكون مي دروكا كنقول لكم شكرا، شكرا على داكشي اللي كتحطوا، شكرا على داكشي اللي كديروا، باسكو كاينين الناس اللي كيتفرجوا فيه جوغ ينوي كيتسناو. كنا كنتسناو السبت باش نجي باش نلبسوا دوك الجلال بالطوال قفيطناط ولا شي حاجه ونديروا الخراقي ونشطحوا ونعيشوا بيناتنا وندوزوا للتليفون. كاينه اللي كدوز في التليفون كتقول على المحامي ما عنديش فلوس، كاينه كتقول لها خلصت لك المحامي، كاينه كيقولوا لها وليدي يا ربي تخرجي، كاينه كتهضر مع صاحبها كتلقى مع شي وحده وتجي تبكي تحزروها، كاينه اللي كتهضر مع راجلها ما كيجاوبهاش، كاينه اللي ولادها تزيدو تيبكي وتتخرج. انا كان عندي واحد الباياس، هالباياس هاد التليفون اللي وقع لها شي مشكل تما تنجلس حدايا باش نوقع المشرفه الاجتماعيه اللي وقع لها شي حاجه تما كنت انا حنينه تمايا، كنت حنينه وكلشي كيبغيني تمايا، وخليت واحد البصمه للبنات زوينه، البنات زوينه والله العظيم، خليت واحد البصمه كلهم كيموتوا عليا وكلهم فرحوا ليا فاش خرجت والله يعطيهم حتى هما العيطه الحنينه، حنا كنقولوا عيطه حنينه وخليت واحد البصمه زوينه في الاداره في الموظفين في كلشي، ديما كلامور 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 كلامور. فالحمد لله كيما نتوما كتبغوني
كتبغيوني، كاينين الناس كانوا كيبغيوني تمايا وبقين كيبغيوني، ويا ريت يا ريت يا ربي قدرني قدرني ويقدرني باش نقدر ندير لهم شي حاجه. بوتيت انا خايبه في شي حوايج، بوتيت انا ماشي مالك، انا انسانه كاي انسان، جو مينيرف نسبك نقول لك ندير، مي انا قلبي ما كيعرفش حقد، ما كي قلبي افخسك انا ما كيعرفش حقد وما كيعرفش. كنبكي، ما كيدخلش ليا بحال دوكا، انا كاين شي حوايج ما كيدخلوش ليا لراسي، ملي كيدخل كنقول سي با بوسيبل، مايمكنش. كنبقى كنشد راسي كنقول مايمكنش الانسان يدير هادشي، مايمكنش باسكو انا ما عمرني ما درت شي حاجه لك استخام ديال البشر، ما عمرني ما درت. كتجي واحد الوقيته، ميرسي بوكو البنات، ميرسي بوكو، ميرسي والله ميرسي. كتجي واحد الوقيته كيجي السكوت سي كوم سا، كيجي السكوت في البيت كامل، كنسكتو كاملين، كتسمعي البكا، واش تيبكي؟ انا سختو الا بدات شي وحده تقولك انا سمعت ديزيستوار، وتشوفو يا البنات واش كيدخل الحبس، تسطا والويل للطاغي والطاغية في الدنيا، وتشوفو اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبالو، كنتشوفو البنات وشنو كيدخل الحبس، غادي تقولي سي با بوسيبل اسو كاينه. واش فرضكم بلي هو مكتوب من المكاتب ديال الدنيا اللي كتخرجي مكتوبه عليك في حياتك تدوزي. المهم كنضحكوا، كتجي واحد الوقيته ديال قراءه القران. المهم كنفطروا، هذا كيبدا يتفرق العشاء، نوضيش ديتي كيتسدو البيبان نهائيا، تتسد الباب الاخر من وراء تفرق ديال العشاء، كدوز المول الموظفه كتحاول تحسب نوقفي واحد جوج ثلاثه راه كنتحسبوا ليل ونهار، جو سي با بوركو زعما غنهربوا ولا المهم هادي اللي بتفكر تهرب، انا راه ما عرفتش كيف منين بتهرب. انا بدرق سلمت امري لله وجلست انا كل الخبز حتى خرجت وقريت. انا قلت لهم اختي عاد راه الا ما حلوا عليا راه ما مين بيت نضرب سقف راه هو بعيد كثر من سيدي ربي تليكم لكم وطاخ مين بيت نضرب اختي منين ما كاينش منين غادي تهربي، منين اختي غادي تهربي، ما كاينش منين غادي تهربي، قولي لي انا منين غادي تهربي البنات، والله ما كاين منين غادي تهربي، راس ضرب راس قف بعيد داكشي لي بورت ساروت قدي انا كلي بعدا ساروت، انا كلها ساروت انا قدي، يعني تولي جو خصاصة غير بغيت ندخل لكم شويه الضحك البنات. كتجي وكتحسبي، كتحسبي في الصباح وكتحسبي في العشيه، حسبي ما تحسبي حسبونا وقولوا ما حسبونا، حسبي يا لاله وهزين كنان شوما دوك الموظفات، حسب حتى طارت منا البركه. الله يكتب علينا ويكتب عليكم مكاتب الخير يا ربي. كتسدو البيبان كتسمعي، شوفوا انا بقيت دي موا اي دي موا وانا كنسمع الساروت، بكيتيني والله وانا وراجلي حبيبتي، دي موا اي دي موا وانا ما كنديرش لايف، ما كنديرش ليكم انت باسكو كتبكيو ليكم انت ديالكم، دي موا دي موا انا كنسمع بق 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 الساروت في ودنيا مع سبعة الصباح طق طق طق. كاين شي ناس لي ميقدروش يفهمو هادشي هدا باسكو مغاديش يفهمو باسكو سي ان تخوك نورمال، وكاين شي ناس لي يقدرو يفهمو ولا عندي تقلب في المزاج، يعني كان ممكن نكون دابا ضحكة شو شو ما نكونش ضحكة، سي دي تخوك خميس حبيبة ديالي، سي دي تخوك لي خلاهم ليا اثار ديال تمايا، سيتادير كو كنكونوا ضاحكين، كتدخل شي وحده كتبكي لا شويه شويه كتهضر شي وحده في التليفون كيقولوا لها دار عمره غتخرجي اليوم كنضحكوا، سادي تخوي النفسيه كتولي ما كتعرفيش اشنو واش انت ضحكه واش سي كوم سا سي ان تروك اللي كت يعني كت
حتى اي شيء تما كتخرجي به. كاين اللي ما كيفهمكش، انا بعدا لا سول بيرسون اللي كتفهمني اوجوردي دون ما في ك هي نهاد، ومن بعد دارنا بيان سور هي نهاد صاحبتي، هي اللي كتفهمني دوك لي او لي با ديالي كتفاهم معاهم. ديك انا ضحكه انا ما ضحكاش، ولا عندي داك ليكستريم ديال 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 لي كومبورتمون. واش فهمتوا؟ مشيت عند دي ميديسان، وهداك الشيء هاد الشيء كيتعالج مع الوقت. واش فهمتوا؟ كيتعالج مع 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 النسيان، مع المده. حيت انا هاد العام بوتيتخ ما تزمتش بزاف على العمال الاخرين، ولكن حيت انا باقي واحد كنحس بواحد الكبده. سي با بيبولير، نو سي با لي بيبولير ماشي، نو نو ماشي بيبولير، غير سي دي تروك اللي ما عرفتش كتقولي ما عرفتش هاد لا مالادي سيكو. المهم كتكوني فرحانه شو شويه تتبي تجلسي تبكي، ولا تتبي تسدي عليك. واش فهمتي اش بنقول لك؟ ولا شو شويه تعاودي تمشي. المهم كيكون عندك واحد التقلب في المزاج كنقدر نقول لك دابا لا شو شويه كنقول لك اوكي صافي بوتيت ما شرحتيش ليا قبيله، وانا راه قبيله راه حاولت تشرحي لي كنقول لك انا ما بغيتش نفهم. وصعيب باش الانسان كيفهمك، لانه كيكون واحد الشوك حبيبه ديالي نينا، كيكون واحد الشوك. سي با فاسيل، سي الطاقه ديالتنا ما كتستحملش هذاك لو شوك ديال الناس ودوك الشوكارات وكيهبطوا عليك الباطل. وانا كنت غرامور والحراسه عليا مشدده زياده، خاصكم تعرفوا بلي المشهور كتكون مشدده عليه اكثر الحراسه. او لا لا مشهور لاباس عليه، ما عرفتش اش بيديروا معاه، او لا لا خصنا ما عرفتش اشنو. فهمتي؟ تتولي واحد المزاجيه عندك، تتولي تكوني مزاجيه 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 مزاجيه. تو توجور ايتي فورت اي حنينه اي تي دونك كان دو بوزيتيف. ميرسي حبيبه ديالي. المهم كنجلسو كنبكيو مع بعضياتنا، كنعنقو بعضياتنا، كنتصاحبو. اليوم كتكوني صاحبتي وغدا كنقول غدراتني، والاخرى كنقول مي كاين الغدر وكاين كاين 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 فريمون كاين كاين واحد النوع ديال الناس كتعرفي بهم تما قليل. انا ما خرجت بتا شي صاحبه من تما من غير وحده، خرجت بجوج هما باش خرجت جوج بنات اللي تاو مكتب عليهم المكتب اللي باقي كنشوفهم اون كاشا. سي دي في كي سمون تخبا، سي دي غراند فامي اللي كتب عليهم الله اي تو. اوجوردي غتشوفيها غنقول لك هادي دوزات معايا الحبس ما غاديش تيقي، باسكو ما كتعرفيش الدنيا الرويضه لمن كدور على من كدور، ما كتعرفيش اشنو واقع. فهمتي؟ مي تما كنا حنا انا رفع بضيات سون ريكونيسون، تحضنتهم وجبتهم، كانوا محكومين غير بالقصير. فاش كنقولوا الطويل سي عامين، وانت طالعه في القصير كنقولوا الشهوره. فاش كتكوني في الشهوره كتكوني يعني حالك خفيف، تقولي محكومه ب 8 شهور، تنقولها ويلي شحال من 8 شهور انا دوزت ونوض، تقولي محكومه بشهرين. شوف كنقولها واش عرفتي شهرين ديالك شحال من نوبه بغيت ندوزها؟ ندوزها 12 نوبه، شهرين في شهرين في شهرين في شهرين في شهرين في شهرين. ندخل لهم شويه الفرحه. بضروري كيدخل بنادم تيتانتيغا في الحبس، كيولي المخالب ديالو خارجين، وكيولي حتى هو بغى السنان ديالو والضروس، تيبي ياكلك وتيبي يحيد لك اللقمه من فمك لداخل. ولا ما كنتيش تجيبه ما غاديش تقدري على الحبس، ولا ما كنتيش مرا ما غاديش تقدري على الحبس، ولا ما كنتيش واقفه. انا كنت بحال البدرونه كنت جالسه ياك لاباس، وانا سي با مو سي با ما مونتاليتي سي با مو يعني سي فريمون با مو ما يمكنش انا ما يمكنش يعني سي فريمون با مو. انا جي فيكو دون ان اندرو فاميليال، با وامي كيحبوا بعضياتهم، كان عندنا دائما ستاتي وام كلتهم في الصباح وستاتي بالليل، با نشايطه اكبر نشايطه في الدنيا، ما عندوش مشكل. دوك مراكشين بخير وعلى خير، ديما عندنا النشاط، ديما خرجت من هذاك الحي الشعبي الجميل اللي كان نموت على مواليه، واللي كنقول لهم كنموت عليكم وكنبغيكم بزاف 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 بزاف. وخرجت ومشيت لواحد المستوى اخر من الحمارة للطياره، وبوم عاود الطياره رمتني فوق الحمارة. حنا ما كشات ما عندناش مع المشاكل، المشاكل كيجيو حتى لعندنا.
جات هذيك الحماره وهي تقول لي الله الا ما رجع لوالدك الفوق، جات الطياره وهي طرمني فوق الحماره فصرفت لقيت راسي عاوتاني فوق، ركبت فوق الحماره. المهم كت يعني كت يعني فاش كنت عشت في مده طويله في موناكو، جيت لقيت خصني نتادابتا. اولا لا سكينه البنت الا كانت كيليميني ياكلوها، غياكلوها غير السيمانه الاولى 15 يوم تتقولك تهايت هايت تانتيغرات الهضره ديال الحبس، هايت انتيغرات با الباج ديا كاين البارح كنتي باج ديا تتقولك باج ديا، شوف اوتوماتيك ممكن ولا كنهضروا هكا اوتوماتيك بس ان تركي. شوفي دخلوا ناس غتحلفي عليهم، دخلوا ناس دي ناس 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 دخلوا او بو دا مومون ولاو كيولينا كنهضروا بطريقه الحباسيه سي كوم سا، كتولي كتولي كتهضري بواحد لافاسون ماشي ديالك ولكن سي لونغاج ديال ليتابليسمون سي كوم سا. المهم كاينه الزياره كيجي العيد فوالا كنعيشوا هكا، شي تيبكي شي هذا شي هذا كيجي العيد، كنتسنى واحد الحاجه اللي سميتها شنو بيدخلوا لينا في العيد والدينا، باسكو فترة رمضان ما بقاتش في المغرب مع الاسف. جو بو با دير واش سي بيان ولا سي با بيان، بيان سور طون كو انا دوزت ديك ليكسبيريونس وي سي با بيان، ولكن غادي نقول سي بيان. علاش؟ لانه كيدخل فيه بزاف نتا الحوايج اللي كيكونوا ممنوعه، الو ايزون كوبي هذاك الشيء وداروا طريقه اخرى. انا كيتاكلي انا كيتاكلي حوايج نتا عطر. المهم كتجي واحد الورقه وكنمشيو كنتسناو ديك الورقه يعطيوها لينا شحال من كيلو بينا ناكلو ديال اللحم ديال الدار، تقول لك 3 كيلو ديال اللحم في رمضان اللي هي فيها اللحم وفيها الحوت وما يكونش العظم. غادي نحيد لي كومونتير باش نقدر نكمل حيت ما كنقدرش نكمل بلي كومونتير. الحوت اللحم الدجاج يقدروا يجيبوا لك والديك هادو بثلاثه ما يفوتوش 3 كيلو، حليوه من غير الغريبه ما كتدخلش، حليوه لي صاب لي هذا، خبيز ديال الدار يقدر يدخل، شلاضه تقدر تدخل. المهم ماكله ديال يومين بحال قلتي، طيبتي ماكله ديال يومين وكليتها في الدار. غيتا عيشة عيشة وعيشة ديالت الدار يعني فوالا كيخسر داك الشيء فوالا كتسخنيه وتتخدك النهار نتاع العيد ومسمنات بغريرات داك الشيء مدهون داك الشيء باللوز مهرماش وداك التخربيق كل شيء لويزات فاكيه وداك الشيء كيجي حيت داك الشيء اصلا كيتباع تمايا الزبيب وداك التخربيق كل شيء كيدخل كتاكلي يومين فوالا كتحطي. باسكو حنايا عندنا واحد الطريقه نوريكم الطريقه اللي تقدروا تديروا الا كنتو في شي موقف خايب، كتشدي مركات ما نوريكم مين شوفوا سي كوم سا كلشي كيفوت كلشي كيفوت سين بيريود كدوز على بنادم في حياته كنشدو التيشيرت بحال ما هكا كيكون مقطع ياك كنقطعوا ليه هاد اليدين دوك اللي كيكونوا قدام كنقطعوا ليه هاد اليدين وكنشدو القرعه اوكي وكنلبسوها هكا هكا القرعه كنلبسوها وكنقطعو من هنايا وكنشدو لاستيك وكنعقدوه وكنديرو هذا فازك تنفزقوه بالماء كنديو القرعه مره مره للثلاجه لا كاينش الثلاجه للروبيني وكنشدو لو غاست ديال التيشيرت ولا ديال التريكو اوكي كنكلكمو مزيان باش كتبقى محافظه لينا على البروديه عويصير حليبه كلشي كنشدو هكا كنكلكموها وكل وحده كتعرف قرعتها القرعه محلوله وكتشربيها بارده كيفاش كتبرد مي بارده الثلاجه اللي عندك ما تبردش هاد القرعه بهاد الطريقه هادي كتمشي هادي كنشدو حاجه سخونه كنستعطونا الماكله سخونه ولا كنعاودو نسخنها كيكون عندنا الحق في البيض كنشدو الماكله سخونه كنديروها في الميكه الاولى الميكه الثانيه الميكه الثالثه كنديروها في المنطاط المنطاط ديال الماكله والدينا تيجيبو لينا المنطاط كنخصهم الماكله
فهمتوا؟ ما كنتغطاوش بهم، تيكونوا فيهم كل ماكله وكتصبنوا من شهر لشهر، في الشتوى في الصيف، في الشتوى ما كتصبنوا ما والو حيت ما غاديش ينشف داكشي. المهم عندنا الحبال في الساحه وداكشي، كنشدوا كنديروا الماكله، تنعقدوا الكوامل كل وحده، كل جروب تيعقد كاملته، وكنديروا داك المنطا ديال الماكله، هاد المنطا ديال الحبس حيت مصاوبه من المعز، ديك ريحه المعز فيها المحل، هادوك اللي كنشوفوا الكري القدام هادوك هما باش مصاوبين، وغليظه وكتشد السخونيه، وكنشدوا كنكلكموا الماكله وتنحطوها تنحطوها في البلاكارات اللي مصاوبين من البيتون، وكنخبيو الماكله حيت كتسد الباب مع الربعه، مع الثلاثه ونص كيتسد الباب، ما كنفطروا حتى للسبعه، اش كاش من الماكله بتبقى. فهاد الشيء كي كندير كنكلكموا داك الشيء بيناتنا كل وحده، وتنشدوا تنحكوا خيزو، ونعصروا الليمون، نصابوا الليمون، نديروا سلطه دو فخوي، نديروا الشوفان بلي فخوي من الفوق والعسل، نديروا الحريرات الشوفان يطيبوها لينا، كطيبي كتخرجي من واحد الثقيبه وكتعطي البنت اللي مكلفه بالطب كتجمع الماكلات، وهذوك الكوامل سي سا كو جاريف با كومبروند، هذوك الكوامل للبنات سي با بوسيبل، كلهم كيتابعوا، وديك البنت اللي كتكون شاده الكوزينه كتعرف كل جميله ديال تكون من الحباسه بيهربوا ليا. دابا هادشي كيجيكم نتوما بيزار، هادشي راه سي فريمون بيزار، هادشي راه سي با بوسيبل، راه فريمون كنعيشو هادشي، وانا كنوقف كنقول لها ويلي هادشي كلشي الجميلات كيفاش هي تعرف هادشي الكوامل. الغريبه في الامر هي كتمشي عندها جوج ريشويات ولا ثلاثه، كيفاش كطيب داكشي، كيفاش كتسخن داكشي في داك الوقت الوجيز، كتفهمي هادشي من بعد فاش كطولي في الحبس. المهم كان هادوك الكوامل، ودوك الكوامل دايرين دوك الكوامل مبيسين باسكو ممنوعين اصلا الكوامل يدخلوا، تمنع داكشي يدخل، دوك الكوامل ديال دوك الحباسات الاولين وشي جميله، او لا 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 داكشي ما يمكنش اش غنقول لكم. المهم كتسالي هذاك الشيء، وداك كناكلو كنوض كنغسل، شوفي ما يمكنش انا بيتي ما يمكنش تبات فيه شي حاجه موسخه، الريحه كنبيتي هكا تيشعل، ونوض ديك الطواله كبيره فداك البيت باسكو 12 البياص، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12، هاد اللي كينعس في الارض اللي ما كيبقاش البياص ديالو فاش كيكون اكتظم سي ان تروكي نورمال، كنسيقو كنبردو كنتمرحو ونجلسو، انا تنحبو انا كنبغيه طيلي جاوبك ما جاوبكش، وقف طمصادة وما بقاش بغاك وشف، وتنشدو في بعضياتنا وندوزو وندبزو ونتنادفو، وكاين اللي كيدابز وقال شي ديا وقال لك، وتتكونوا جالسين تنشوفو جوج تيتنادفو، انا ما بقاش كندافع. كانت واحد المراه البنات غنعاودها لكم باش تضحكوا مزيان، والله الا كنا كنديرها هكا او بيبي راه ما كاين لا بيبي لا والو، والله يدينا ما كتسدو عليك البيبي لا ما يعقل عليك شي واحد سي، انا كنعقل عليه واحد المرحوم الله يرحمه. المهم واحد النوبه البنات، انا كانت واحد المراه ضروري ضروري البنات ضروري هذيك المراه تصنتو مزيان، ضروري هذيك المراه توصل من ورا العشاء كتقول لك جاني جنون جاني جنون جاني جنون، اوكي جاك الجنون هي زيدي من بس كل شفت انواع واشكال ديال الافلامات والمسلسلات، وباقي ما تبتش باقي ما تبتش، لانه باقي كانت تقلب وباقي تيدوزو حياتي بنات الحرام قطرت، ونقول لهم من هاد اللايف كتبوا حسبي الله ونعم الوكيل كل من ادى غلامور، كتبوها لي ديروا لي خاطر وحسبوا في صالتكم، باقي كتقلب انا الهبيله وكيتشللوا البنات وهداك الشيء، وكتقول لك انا فيا الجنون، فاش كطيح كتعواج هذاك الجن كيجي كيهضر غير مع هذيك اللي كان معاها المشكل في الصباح، ديك المراه مسخه، مراه كبيره عندها شي 60 عام مسخه، وعرفتي هادوك العيالات بحال دوك العيالات اللي كيكونوا عندهم 60 عام، دوك الكويرحات اللي كيكونوا دايرين دوك الخاميات من هنا تخميلات من هنايا، وكيكونوا واقفين تيجيرو هكا وسطات ولادها في الزنقه ودخل السطينه. واحد النهار هذيك الشارفه الهارفه عمرني ما ننسى، تطيح بالليل وحيت ما كتبيش تغسل الماعن، قلنا لا ما بقيتش غنغسل لك الماعن، كنتي مرا قاده بقدودك ما نغسلوش لك الماعن، سيري تغسلي الماعن كراسك، تتولي هكا
تتولي مرا كبير كتفك من كتفها حيت فاش كيجي شي 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 كونترول ولا شي تقفي هي الاولى كتولي صحيحه كالعاود وتشهد فيك وتقول ودير خرقتها هكا قدام الموظف ولا المدير تشري عليك قداش كنقولها وبلاتي الشرف حتى يمشي للمدير كنت شوية طيبة شكرا حسبي الله نجمع 40 حسبي الله ونعم الوكيل. الوين تفكرت انا ريت تفكرت واحد النوبه قسما بالله الا شت قلت لهم شوفوا هادي بطيح ومشات لواحد المراه معوقه مسكينه وهذيك المراه فيها الجين يهودي حنا ويك 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 شفت تيجي قال لك الراجل بيقول بني وحده قالت لك يا ويك ويك شفت عباد الله واش عشت وعشت مع الحمقات مع المجنونات اللي فيهم الكرز وحده توصل الليل كنطلقوا القران وحده وحده مسلمه متدينه تتبي تقرا القران بصوت مرتفع هذا الشهاده ديالي قدام المدير والاخرى كتسمع القران تطيح والشارفه تدبز مع الاخرى اللي كتسمع القران اللي ما عطاتهاش بيضه في الصباح وما غسلاتش ليها الماء في الليل فاش تتبيك لا مرة تحط راسها تبي تنعس كينوضو ليها ويكوك عباد الله قلت لهم غير طيح باسكو كانت هذيك اللي في هذاك الجين اليهودي الله يعمر هذا الجين اليهودي انا هي تتبدا طيح تنقول اختي اش قلتي انا ما انا قالت لي ما خرجاش حيت حنا كيولي تيجي داك الشك انا هاد الجن ديالها راه قال لي ما خرجاش ازهري وميموني كنقول لهم قال لي ما خرجاش ازهري وميموني تقولها ايوا يا ربي انت واحد الجن بيت لكم الحبس كثر من ما حنا فيه قلت لهم غتطيح هاد بنت الحرام اليوم ارى لي الصرفقه وحق الله يمين الله راني زال رقبتي لك نعاود لكم دي زيستوار فري قلت لهم عطاوني الصنداره وجوج يقابلوا الموظفه باش الا بدات تغوت هي تم جايه الموظفه بغيت نحط الصنداره بغيت نمشي نتكلكم انت الراس انت الموت فيا سخانه هادشي لك شديتي على الصندار غير طاحت وبدات تقول انت وتتحضري من السروال لتحت يا فعلا يا تركه يا لعش قلت لها على انت يا هادي الشوي فاللي تتقول لك تطيحوا الجن ديالها تيهضر بالمغربيه والاخرى الجن ديالها تيهضر بالانجليزيه وهما بجوج عندهم شرايين الحبس شرايين الحبس وحده مدخله صاحب اختها وحده مدخله صاحب اختها التهمه بلاتي وحده مدخله صاحب اختها ودارت ليهم المراه الدعاره والمهم المهم في الدار الفساد شهرين والاخرى شك فيه 5000 درهم ولا ما عرفتش اش القرعه داكشي القرعه داكشي تدارت ولا ما عرفتش داكشي شهرين وانا دار 4 عامين والاخر ديال الحبس ديالي طايبه انا حبس صافي عييت وليت غليظ صافي بديت كنغلط وليت كنصيفطي الجيش ديالي وانا بديت تكون حط راسي وهما غلا 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 قلت لها بات تجي الكلب تاع بوها بطح هي وهذاك الجن ديالها بيطرد ليها ظهرها رطب من الكرشه باش نوري دين ام الجن قلت لها الجن بلاتي غير طح وحق يمين الله البنات الا شديت اخرج ايها الجن المسخوط اخرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اخرج ايها الجن اخرج ايها الشيطان اخرج قل اعوذ برب الناس ملك الناس اكل الترمى اكل وجه افين ما زاد هذيك الصنداره خرج عدو الله خرج وشديت لها هذيك الصنداره شديت لها طيبتها ولا تقول انا مطيب له انا مطيب له انا مطيب له شديت جن والديها انا مطيب له انا مطيب له صافي بركه غلامور قلت لها الجن عارف غلامور قالت لي قلت لها نوضي قلت لها الشرف اللي وردك بتتحمقيني انا مدوزه عام و 4 شهور ولا 6 شهور بقات ليا 6 شهور بغيت نقاد فيها دماغ نوض قلت لها شوفي وانا نشد وتنلصقوا باش كنلصقوا بسينيال كريت كليك كليت لها جنبها بالهافايانايس هذيك هافانايس هي اللي عندها الهافانايس هذيك راه شي وحده في الحيط وانا نعلق ليها ما عرفتش كنت صيفط ليها وانا غاد سوري شي غير وانا نعلقها عمرتها بكليب بسينيال هو باش تلصقو وانا نحطها كنقول وانا نوقف قلت لهم شي وحده تقول بيجا شي جن في الليل بتحير علينا في الوحدات اللي حنا بينا نعسو غادي نوري جن ما قلت لهم بهاد لافاناس
غنوري والديها الجن كيفاش دار، غادي نوريها واش بغا يهضر بالعربيه ولا بغا يهضر بالجابونيه. ايوا المهم بلاتي نفيق عيشة باش تصاوب لي العشاء. عيشة باش نمشي نخليكم. قلت لها شي وحده غادي نوريها، قلت لها كل لبسه كان مسخوطه ما كاين بلبسني بلبسني لا بشر حتى وحده ما فيه وحده، هذيك الاخرى اللي كتهضر باليهوديه بوحده هي اللي كان فيها داك الشيء. اما ما باقي غير اللي بات تشبع فينا سبان وبات تمرضخ علينا وبات تقول لك هي ما عرفتش شنو فيها. صافي حفظهم انايا صافي، دوزت 260 وحده واش غادي باقي تجي شي وحده. قلت لها انا نوريك الرقيه ديال المعقول، انا نعلق هذوك الصنداره. قلت لها ايوا اللي بات الجن تفكر الصنداره من وراء الجن وغادي تشوف واش الجن. شوفي راه هادوك الموظفات جا وقفوا الله يسهل عليهم، راه هادوك الموظفات لقاوها تتقول امي انت تضحك في جنابها. كنقول لها ما عرض، تقول لها مالكي، لا هذيك المره قدرت تقول شي كلمه. كيقول لها مالكي الموظفه، تقول لها مالكي والو، قالت لها والو يلا فلانه، قالت لها والو. عرفتي هذيك الموظفه غد ليه راه كان موت انايا بالضحك، كنشوفها وكتقول لي راه ما يمكنش ما يكونش وقع شي حاجه في البيت حيت تو لي جوغ يا دي زيستوار دون اون شامبر تو لي جوغ. المهم يا لالا مشات حجيتي من الناس من الناس الناس ما داكش اللي كيقول. المهم كنقول لهم شوفوا، كنقول لهم صافي دابا الموضوع الجن حسمنا الامر ديالو حتى يجي موضوع اخر غادي نحسموا الامر ديالو. صافي المهم يا لالا بيستاوني كانوا بيستاوني استاوني ماشي بيستاوني، راه انا فيها انا راه فيا الجنون في دماغي نيت دابا. علاش تقبضات الشرفه؟ علاش على داك سميتها ماشي قرعه، داكشي كيديروا داكشي كيجمعوا به 5000 درهم. المهم ادخلك نصبط على بنات الدارب وداك تخربط. المهم طوا شهر واش ويرفه محوره وبيضه وهادو مني طقينكم شويطانه. شفت كاع العيالات اللي كاينين في الدنيا والدين وعرفت باللي ماشي اي مره كتعرف طيب وماشي كتعرف سلف سلف دارت سلف 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 مشات على السلف وماشي اي مره دارت ماشي اي مره كبيره كتعرف تاويل. لقيت راسي انا متوله كاينين من العيالات معفونات وما يغصدوش. شفت 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 انا غير كنشمش ريحه كنقول لهم ما يمكنش ما يمكنش. انا ما كنتش كنسكت، انا كنت الحرقه في امي، كنت ديما عندي دي بروبليم تمايا ديال البنات كنقول لهم غسلوا هذا ديما ماشي دي بروبليم زعما ديما كنقول لهم غسلوا البنات وهذا وديما ديما انا شاريه الصدوق ديال داك الشو داك الصابون اللي جات كنعطيه باش تغسل حتى داك الريحه. صافي طيحوا لي من خرب الريحه ما بقيتش تنشم ليومين هذا، شميت كاع حزقات عباد الله في الشكلات وفي النوعات. المهم لالا ها هو لي بيزوس فاش تجيك دوك بنات الليل. ويلي 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 على بنات الليل فاش تيدخلوا للحبس دوك بنات الدعاره شهر شهرين مساكن الله يصاوب ليهم. واحد النوبه جات وحده وتصاحبت انا وياها تيوصل لي الليل تتوقف في الشرجه تقولها مدفع حلالي انا بريئه. كسوات الحبر اللي ولد الكيزي قال لي الموظف يحلي عليا نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث تأدبطت. قلت لها وانا تقول لي في الشرج موظفه في الباب موظفه حلي عليا انا بريئه؟ قالت لي لا لا انا ما بريئه ما والو انا نيت دايره قدا قد راس. مع نهار الاول كلشي تينقر دابا حيت نهار الاول كيخرجوا من داك البوليس والتحقيق وقاضي التحقيق والوكيل وداك الشيء كيجيو الحبس. تنقول لها درتي لا ما درتش، خنتيه ما خنتش، سرقتي ما سرقتش. هي تتحكم تتقول لك فرع طا يا قلتي لي لا ما درتيش كلهم نكره. انا فاش دخلت قالوا لي علاش جيتي؟ قلت لهم انا راه مازال مع انا كلكم عرفتو تهمكم انا ما عرفتش على التليفون شفرتيه. بون بزاف البنات كانوا كيعرفوني. اويلي 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 وتشوفوا واش والله تفوجت معاك وتشوفوا واش وقع لي نعاودها الحفارين قبرك انا بيسطوني مسجنيه. اويلي كلهم تتقول لك ويلي شفارت لا وديتهم كليتهم. الخدامات دوك الخدامات جات ليها حتى دوك الخدامات شحال دوزوا معايا الحبس كيحكموا عليهم غاليه. الخدامات كيحكموا عليهم 6 8 نكر. هما الخيانه الزوجيه اشك بشك يا الخيانه الزوجيه. لطيفه 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 على موليات الخمار. واش شفت وحده مشات عند القاضي بالخمار ديالها قال لها فاش كنتي
تديري الطواويط ما تفكرتيش الخمار. قال لها حيدي الكلب دعبوك الخمار. قال لها صح فرعه. قال لها الخمار الخمار والراجل فاش شدك في الخمار. انا دابا ما عرفاش علاش تجيتي والله انا ما عرفت بالله. الخمار قال لها عجبتها ام يا رب تسمح لي ام هادوك هادوك تاع الجبال. اي محمد حبيت محمد حبني محمد كنت كمصاحبه مع محمد ومحمد داني وخويا تبعني ومحمد اشنو دابا محمد انا راه كنت بجوجه وجوجوني والديا ما كنتش عارفه بلي مجوجه وخرجت مع محمد وابراهيم اللي كنت بجوجه به شدني حدا البير مع محمد. اش كديري انت ومحمد مع حدا البير حدا البير انت ومحمد؟ قالت لك لا والديا هي شدوها جوجوها بابراهيم وهي ما كتبغيش ابراهيم تجوجات بصاحبات مع محمد محمد حدا البير. ويلي واش دازو من قدامي ناري واش داز محمد وابراهيم. انا طيب انا طيب محمد ايوا زيد امي يا لالا نصابات اللي كيدخلوا كتدخل ضربه لك السيرفيتا الشعر شهبتي شقشق كتكون دايره دوك النظر كبار في السيفيل اللي كتكون لابسه الروج ولا كتكون راكبه على الاوجي ولا كتكون راكبه على دوك الطوموبيلات الكات كات باسكو هذوك هو البروفيل ديالها دوك السبرديلات نيو بالانس ولا نايك كتدخل. اش درتي ولا اختي كيفاش الخيام جو كومبرون با هاد لا لوا. انا غير كتجلس شي وحده كتقولي جو كومبرون با لا لوا كنقول لهم بنات هناك قضية نصب مالها خيتي لانوا زيدي مالها لانوا عاودي لي مكتوب كون عاود لك مكتوبي على لانوا والو اداني للنوطير ها هي بدات لانوا اداني للنوطير قال لي سني واحد الورقة زيد مراتو الشركة الفلانية تنقولها حبسي النصب تتقولي تنقول الحمد لله ربك وشكرا منين دايزه نحي ما دايزه الجنائي او ما درتش ما درتش تتمشي تقبض واحد 10 شهور تترجع درتي فرعتي نما ديتها لها ما اللي بعدا نخرج نلقى بين كاع ديالي مالي انايا ايوا هادشي هو الاخر ايوا هادشي هو الاخر هادشي هادشي هو الاخر هادشي جيني من الاخر عاودي ليا ليستوار قولي ليا اتيني اتيني كيفاش درتي لها هما هادوك ماليات البوسطة لا والو يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي يا غلامور تيعاودو عليك دوك اللي كيجيو دوك اللي كيجيو سمعي دوك اللي كيجيو عندنا واش كتخافو من المجرمات؟ لا دابا نعاود لكم هاديك قصة أخرى دوك اللي كيجيو عندنا إوا زيدي عاودي علاش كيفاش كيفاش مشيتي هزيتي الفلوس تاعو البنكة ويلي واش نتي حمقة والو يا خدي يا غلامور يا خدي يا غلامور باش تجا غلامور اختي تيعاودو عليك في لي باش كلشي تيدعي معاك زيدي كملي ها كلا هي تنقول لها كملي لي على المنتب ها غلامور غلامور اختي انا ما درتش هذا. شوفي اختي غلامور ما شتيش هاديك اش داروا لها والخرج داروا لها زيدي عاودي لي انستغرام شنو فيه تعاودي تنقول لها قولي لي علاش مشيتي اش فرطي شكون اللي زيدك صاحبك تتقولي لي صاحبي تنبغي تنقول لها اقفي ديال امك عاودي لي هو الاول عاد بكي زيدي وانا اختي تصاحبت معاه كنت واقفه حدا ستاسيون ديال الطوبيس زيدي كان هو دايز بديك الرونو زيدي قال لي والله ما تشدي الطوبيس زيدي كملي عارفني خدامه في البوسطه زيدي في البوسطه ولا فين ويستر يونيون زيدي واحد النهار دخلت واحد الحصيصه كثيره زيدي قلت يا هزي عبتي تنهز كل نهار 1000 درهم كنمشي وكنكمي واختي كلامور كنمشي والشيشة وكنعيشو الحياة واش اختي كلامور انا كنشد 60000 وليت كنضرب كل نهار 500 درهم وبخير وعرفتي صاحبتي اختي كلامور وليت كندوز الجمعة والسبت الحد كندوزها في صويرة في اكادير قلت لها زيدي ودابا دوزها لامك حدا كلام زيدي لامك قلت زيدها كلامور ويتي يا ويتي يا مهدي يا مكتوبين
ايوا فاش تيجيو اش كاينين المظلومين؟ ايوا يا لاله فاش كيجيو هاديك الدبزات ما شتيش العنف ديال الراجل دخلت وانا نقول لها دابا انا فاش كتدخل كنقول لها شنو تهمتك الزين باش نعرف واش نتصح معاه ولا ما نتصاحبش معاه حيت هذوك دوك التوام البانال ما تنبغيهم الصراحه كنت كنبغي غير دوك التوام الواعرين مش خشخين باش نتعلم وتندير ربع يديا وتنجلس. ايوا زيدي عاودي ليا وتتعاود ليا ودرت لا هذوك القتل وداك الشيء ندير لكم ابيزود اخر ماشي اليوم تعال من بعد ولا لا خرز كلامر دابا نبدا ندير لكم قناه في اليوتيوب وندير لكم فيها هادشي نعاود لكم ديك 260 قناه 260 260 حلقه نعاودها لكم كامل نجيب واحد الكتاب بلاتي نوريكم واحد الكتاب كاتبه فيه بزاف ديال القصص ولا دخلت شي وحده تقول لي تنعرف فلان ولا تنعرف ثلاثه اللي انت تقول لها عندك نمرتها تتقول لي اه عندي نمرتها تقول عطيني النمره شوفوا النوامر فين محطوطين والكودات شوف شحال من الكود دخل شوفوا النوامر الدعاء عرفتي هذا اسمعوا هذا الدعاء زوين وجدوا كتاب ورقه وستيلو باش رجع للدعاء يلا كتبوا هذا الدعاء استاجين عطوه لولادكم ووليداتكم. انا كنت مع واحد الفقيهه نصابه ولكن قارية القرآن وقارية كل شيء وجدوا ورقة وستيلو باش نكتب عليكم باش نوري لكم شوف كتابي هذا راه الناس اللي كانوا كيسلم عليهم عامين طلب الموافقة لقصد الإبرام وكان هادشي الطلبات كيفاش كنكتب الطلبات كيفاش كنكتب العفو الملكي تعلمت الكلمات السامية تعلم الفقه الصعب موضوع كورونا على موضوع كورونا خصكم تعرفوا باللي كنت غادي نقول واحد الكلمه قدام مدراء كبار اللي كيجيو فاش وقع هذيك زلات كورونا وداك الشيء وكنت كتبت لهم شكرا لجميع المسؤولين والاطر التي سارت على حمايه الشعب والعمل أكثر من رائع للوصول لنتائج يعتمد عليها في جائحة كورونا والفضل الكبير والأكبر يرجع إلى صاحب جلالة الملك الله ينصره ويحفظه لله. شكرا للمندوبية والإدارة السجون على جميع التدابير المأخوذة اتجاه السجين أو الزوار. شكرا للموظفات داخل المؤسسة تحت إشراف المدير العام سميتو الدعاء بالرحمن علينا. كنت كنكتب انا اكتشفت راسي ملي كنكتب موجدين باش نوريكم كان اشنو الدعاء. يلا يا رب اللهم تقبل توبتي انا معترف بذنبي. هذا كنا كنقولوا حنا بزاف في السجن كيقولوا باش تعطيو السجناء ديالكم يا رب اللهم تقبل دعوتي توبتي انا معترف بذنبي. سواء حنا كنا في السجن كنقولوا هادشي هذا ديال كنتي بينك وبين اللي خلقك اوكي واغسل حوبتي يعني الذنب ديالي واجب دعوتي اسالك يا رب ان تجيب دعوتي انك تجيب الدعاء وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني وسلل سخيمة صدري وفقيني من الخطايا كما ونقيني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس يا رب والحمد لله رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميل. كتبوا الدعاء البنات هذا غزال هذا كانوا شوفوا هذا زوين فريمون هذا زوين وكنت كنقرا دائما يا رب انا نعاود لكم يا رب اللهم تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهدي قلبي وسدد لساني وسلل وسلل سخيمة صدري ونقيني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس يا رب اللهم ردنا إليك ردا جميلا
نكتبوا لكم في ستوري، واعد نكتبوا لكم في ستوري. نعطيكم ادعيه اخرى كنت كندعيها. عندك تخرجت واحد الكتاب عطاتو ليا واحد السيده محكومه ب 30 عام. الكتاب عنده اكثر من 17 عام في السجن، وعطاتو ليا حيت كنت كنتعاون معاه في سبيل الله. راه هو عندي انا وبلاتي كنت كنكتب. شفراتكم بلي كنت كنكتب، نوريكم. كنت كنكتب الحبيبه ديالي، كنت كنكتب الحبيبه ديالي. ولولو نقرا لكم هادي اللغه العربيه تحتضر مع سكينه. شتي ندير كتاب؟ شوف قالت لك وحده قالت لي اللغه العربيه تحتضر مع سكينه. شنو نقول لها الا كتبت، الا قرات لها هادو ما غاديش تفهمني. فكرتيش ديري كتاب؟ فكرت ندير كتاب بي في لغوب. نقرا يقدروا يكونوا فيه دي فوت، مي هذا كتبته غادي يكونوا فيه دي فوت نتاع العربيه، مي كتبته وما كنتش عارفه بلي غادي يكون هكا زوين. لماذا السؤال مدام الضمير ميت، رغم ان انتظارك في شوق ولهفة جعلتني ادخل عالم الصبر بجميع معاني، فلولا انت لما كنت انا حية قلب مملوء بالصبر الجميل، واجمل ما فيه بداخلي كل معاني الحب والحنان، جعلت مني كائنا حي في مستنقع ميت في عالم الدئاب. سببي طموحي وشغفي، كذلك سذاجتي وثقتي في الحياة. ليس هناك أكثر من أن أقول لك أنك النفس المستمدة من النظر البعيد في عالمك الغريب. كل يوم أحاول أن أكون الإنسان التي تدور في قلبك ولو من بعيد البعد القريب. لهفتي الممزوجة بشوق لك تجعلني أنتظر النظر في وجهك العزيز. رغم خوفي في وقوع الكره التي أصابني في لحظة ضعف وتقبل الواقع، إلا وأنه ليس هناك أكثر من أن أقول لك لا تفعل، لا تكرر، لا تستسلم، لا تنتظر. فمن الممكن أن لا أرد، فهناك حياة تنتظرني وكتاب جديد مفتوح من أجلي. فلماذا السؤال مدام أن الجواب أنت صاحبه؟ سي بو سي ان تروك كتبتو. شوف على ضد سي فوالا سي ان تروك كتبتو في لو 19/12/2020. كتبت لاخر في لو 3، كنت كنكتب مره في لو 3/2021. كتبت هذا ما بقيتش كتبت شي حاجه اخرى. كتبت الاخر في لو 1/11/2021. كتبت الاخر في 29 في شهر 5. كتبت الاخر في 20 في شهر 6. كتبت بزاف، كتبت تنكتب، لقيت راسي كنكتب لا شوز اللي ما كنتش عارفه. قدر الانسان يشوفني بدات قبيحه، يشوفني كيما بغى يشوفني في لي ريزو سوسيو، مي كلام خرج من القلب. كنت كنكتب يقدر هادي كتبتها شي سيمو وانا كنكتب فيها. انت جاوبتي مولات اللغه العربيه تحتضر، كل الناس كتحبوا مش انا ما قارياش. انا قريت تات الدنيا اكثر من ديال الحوايج الاخرين. كلام ديال الكبار المثقفين، قولي لنا فاش عرفتي تقربي تخرجي كيفاش كان الاحساس. غادي نمشي دروكا، جيسبر كو غادي واش نقدر نخلي لكم مسجل.
خليو لي التعليق ديالكم فيه صم انتغس دفغ التعليق ديالكم. دوزنا فيه بكا، دوزنا فيه الضحك، دوزنا فيه كل شيء. فوالا هذا مكان كاينين عندي بزاف لي تروك افو مونطري في هذا. يمكن ان جوغ الا فكرت ندير قناه نتاع اليوتيوب فاش غنجبد هذا غادي تكون غادي تقولوا ما يمكنش هاد البنت هادشي اللي هزه في هاد الدماغ. لا شوز اللي الناس كيحقروني فيه بزاف، كتسحبهم انا غير بنت لي كولابوراسيون، كاين شي حوايج لي بلو فور كو لا كولابوراسيون. هو بقى بزاف اختي، هو بكى بزاف، بكى بزاف بزاف، فرسكم في دموع، في دموع تطيحهم، في دموع تطيحهم، فيه في بزاف، في بزاف، في دي روسيت، في كل شيء، في بزاف، في بزاف، في أيام، أيام نحسب إمتى بغيت نخرج، نهار، جوج، ثلاثة، شحال بغيت نصرف، شحال. جوزهم جوزيم فريمون والله كنموت عليكم. اغلبيه الناس كنموت عليها عميقه يا سكينه. خليو لي هاد التعليق ديالكم في اللايف بالفرنسي بالانكلي. نيكست لايف امتى بحال هذا؟ نشوفوا، خليو لي التعليق ديالكم ونشوفوا. نحييكم، باي باي.